الآخرون المفسدون الذين لا يريدون الإصلاح لهذا البلد، أعداؤه الحقيقيون الذين يتآمرون ولا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية وإلا مواقعهم وإلا التحكم في المال والسلطة، سواء كانوا في الداخل أو كانوا في الخارج. هؤلاء يجب أن يعلموا إن هذه الدولة العلوية الشريفة لا ترضى أن يتدخل في شؤونها، وأن فيها حزبا مستعد أن يموت كاملا واحدا واحدا، ولكنه لن يتراجع عن درب الإصلاح.